السلام عليكم. طبعا انا قلت لكم قصة قبل النوم، لكن هذه قصة حق السهارة، واليوم خميس لازم يعني نعطيهم حقهم. بقول لكم قصة واحد انا بلقبه بصقر فويلح، حصلت في سنة 85. في البداية بفهمكم شنو يعني صقر فويلح. البعض اللي ما يعرف، هذه احد القبائل في البادية ايام قبل، يعني كانت تعيش على صيد الصقور. فعندهم من الفخر انهم يكون عندهم الشخص عنده صقر وصياد، يجيب له الفريسة ويجيب له يعني الرزق عشان يعني يعتاشون فيه. فواحد فيهم ينقال فويلح. هذا فويلح شنو قصته؟ لقاله فرخ الصقر، يعني فرخ صغير، وقعد يعني يهتم فيه ويضبطه ويوكله وكذا ويربيه لين كبر ويعلمه شلون يطير. المهم قام يعلمه على الصيد. وجاء يوم من الايام اللي الكل يبلش يعني يفتخرون، نفس احتفال كذي، كل واحد يطير الصقر عشان يشوفون يعني منو افضل شخص عنده صقر صياد. وفعلا فويلح كان من بينهم ومعاه صقره هذا اللي طول عمره يربي فيه. وبلشوا كل واحد يطير الصقر اللي عنده، ومن بينهم فويلح طير الصقر اللي عنده. راحت الصقور، كل صقر يجي حق صاحبه يجيب له فريسه، يجيب له طير، يجيب له حباره، يجيب له قطه، يجيب له اي طير من الطيور اللي تؤكل يعني، الا صقر فويلح. صقر فويلح يجيب له الحيايه، يجيب له ثعابين، يجيب له العقارب، يعني يروح يجيب له البلاوي وهو جاي يجي طاير، يجي حق فويلح وهله ويقطع عليه، يقطع حية، يقطع داب، يقطع عقارب، وبتلشوا فيه. لذلك الناس قامت تسمي أي واحد يربي له يعني عنده ولده يربيه لين يكبر ويقوم ولده يجيب له المشاكل يسمونه هذا صقر فويلح. المهم اسمه صقر فويلح الكويتي اللي في سنة 85. هذا واحد الله رزقه بولد متعافي لكن خبل، ابتلش في راعي مشاكل وجريء جرأة مو طبيعية. شنو ممكن تخيل من جرائم قام يسويها الولد؟ ما يخلي أحد بالشارع اللي يطقه، ما يخلي أحد بالمنطقة اللي، وراعي يعني هواش، حياته الهواش والمشاكل وتكسر بالعالم وسيارات السبورت وتفجيرات وتقحص ويلحقونها دائما 24 ساعة، لاكينها شرطة ودوريات، وأبوه رايح رادع المخافر، رايح رادع المخافر. الأبو مسكين قال أنا ماني قادر عليه، ما كله أجيب عمامة يشوفوا لي حل، يعني يمسكون الولد يأدبونه شيء. قام يوصى عمامه وكذا. الولد قام شنو ما يحترم أحد، كل شوي ماسك عم وطاقه، كل شوي ماسك خال وطاق، العائلة صارت كلها تكره الولد، راعي مشاكل أعوذ بالله. وهذه ترى فعلا مصيبة. الأبو هذا عنده علاقة مع أحد القيادات في وزارة الداخلية، قال بروح وبشوف إذا يلقى لي حل بخصوص الولد. دخل على القيادي، سلام عليكم. قال عليكم السلام، حياك تفضل. قال تكفى طلبتك. قال شنو؟ قال تكفى يبيك تفكني من ولدي. قال شنو؟ قال ولدي تكفى أبيك تصرف فيه بأي طريقة، الولد ذبحني ماني قادر عليه، 24 ساعة مشاكل، 24 ساعة ما يخلينا ننام ليل ونهار وهو يجيب له هالمشاكل. أنا أتمنى بس يرد البيت ينام. ما قام ينام الولد، حياته كلها أكشن، تعبنا أنا عمامة خوالة الفريج المنطقة كلها تسولف فيه. تكفى أبيك تشوف لي حل فيه. قال يعني شو أسوي لك يعني؟ قال تكفى لفق له تهمة، سوي له أي شيء. قعدوا يضحكون. قال ابن حلال تكلم جد؟ قال قسم بالله تكلم جد، هذا ما راح ينفع معاه، ما حد يقدر عليه، الشرطة يلحقونه يطق الشرطة، وأنا يوميا أترجب العالم وأبص روسهم وخلاص مليت أنا زهقت، تكفى شوف لي حل. قال أتكلم جد؟ كان يقول إيه والله.
تكفى أنا طالبها منك وأدري ما حد يفكني بعد الله عز وجل أنت. كان يقول القيادي، القيادي مسكين بعد هم خذت الفزعة. كان يقول قال له حاضر أفا عليك، ما طلبت شيء بس تحمل مو تزعل بعدين اللي أسوي فيه صدقني راح أخليه على الصراط المستقيم. قال تكفى يا ريت. قال مو تزعل أنا قاعد أقول لك، ويشهد عليه الناس ها مو تزعل. قال لا خلاص، قال خلاص سلمني إياه، قال خلاص اعتبره عندك. قال أوكي. وين الولد الحين؟ قال في البيت. قال مو مشكلة، من اليوم وطالع اعتبر هذا ولدي. قال له خلاص تم تكفى. قال اوكي. قام القياد ودز افراد وضباط عليه، قال جيبوا لي يا غصب، ما يجي غصب طقوه طق وجيبوه. المهم راحوا البيت ومسكوا الولد مردغوه وخذوه ودوه عند هالقيادي. وهذه السالفة نادرا ما احد يعرفها، لكن في ناس تعرفها بالضبط. المهم وياخذون الولد بعد ما غسلوا وشراعه ودوه حق القيادي، قال لهم ابيكم تحطونه بحد طراريد الخفر السواحل وتودونا جزيرة ام المرادم. والله العظيم تضحكون، تضحكون على اللي صار. قالوا شلون طال عمرك؟ قال هذا ابيكم تاخذونه معاكم جزيرة ام المرادم. قال زين وهناك ما في شيء؟ قال ايه مو انا ادري انه ما في شيء، هناك في بس نقطة امنية نفس المخفر موجود في الجزيرة. الجزيرة ما فيها شيء، ما فيها حياة اصلا، حتى الشجرة ما فيها، ما ادري عاد ذيك الايام ما فيها، الحين فيها ما ادري. المهم ما فيها الا هالمخفر هذا، والى الان ترى ما حد يقعد فيها الجزيرة. قال تم حاضرين طعمك. خذوا الولد وربطوه وحطوه بهالطراد وطاروا فيه جزيرة أم المرادم. أم المرادم وين مكانها؟ يعني تكون جزيرة حدودية يعني بجهة المملكة العربية السعودية، جهة الخفجي بينها وبين الكويت، يعني هي كويتية لكن جهة الخفجي. المهم بس بحرية طبعا. المهم ودوا هناك وسلموه حق أفراد الشرطة اللي في المخفر، قالوا له هذا المتهم تخلونه عندكم. قال وين خليه؟ شو مسوي؟ وشكوا المدية جايبين هني بأم المرادم، يعني أم المرادم حتى الشرطة ما يقعدون فيها، يروحون يقعدون المخفر يخلص الزام يجيهم طراد ياخذهم يجيب الزام اللي بعده. فهمتوا شلون طريقة؟ جزيرة ما فيها شيء. تعرفون الفيلم اللي مثل فيه البطل الأمريكي اللي طاحت فيه الطيارة وبعدين راح الجزيرة؟ أقسم بالله صار فيه الولد هذا، صار فيه نفس الشيء. شوفوا شنو صار، الولد قعدوه بالمخفر، طبعا يقعد يأكل عندهم ويروح يتمشى، مسكين يتمشى بر ما في شيء، يتمشى يزهق ما في أحد، يرد مرة ثانية المخفر. يرد المخفر، يقعد بالمخفر شوي، الولد متعود على أكشن، يبي أوادم، يبي ما في شيء، ما في محلات، ما في ولا بس هالمبنى صغير مال مخفر. قام يقعد عند الشرطة ياكل يشرب تكرمون، يدخل حمام بعدين يطلع ما في شيء، يفتار يفتار يفتار، صار مثل مجنون. يرد مرة ثانية المخفر، يقعد ياكل بالمخفر، ينام شوية، الولد زهق. شوف شنو سوى الولد، قال أنا إلا أنحاش من هالجزيرة، الجزيرة ما فيها شيء تقدر تنحاش فيه، ما في إلا هالطراد مال خفر السواحل، ما حد يوصلها إلا خفر السواحل، يوصل يقط شرطة ياخذ شرطة بس. المهم هذا الولد قعد عندهم تقريبا مدة شهرين ثلاثة. إيش كان يسوي؟ كل فترة وفترة، لأن المخفر هذا ما في كهرباء واصل الجزيرة، فيشغلون المخفر على مكاين ديزل. فشون المكاين الديزل شون يوصلونه لهم؟ عن طريق نفس الحاويات، درامات حاوية ديزل يعبون فيها المكاين، فتبقى الحاوية هذه فاضية. فهذا ايش كان يسوي؟ يقعد عندهم ويضبط علاقته ويا الشرطة، وقام ينظف لهم المخفر ويعني مضبط المكاتب، هم استانس عليه قاموا يأمنون فيه. وين بينحاش؟ وين يروح؟ ما له داعي اصلا يحطونه من الضائع، يروح يرد لهم غصب.
قام كل فترة وفترة ياخذ منهم درام او حاوية مالت الديزل فاضية، ياخذها ويوديها اخر الجزيرة. هم كانوا يشوفونه بس عبالهم انه شنو مسوي له نفس القعدة وكذي. المهم كل فترة فترة ياخذ الدرام الحاوية هذه ويروح فيها اخر الجزيرة. واحد الشهر اللي بعده ياخذ الاثنين، لان هذا المحاوية تخلص بشهر تقريبا، حاوية عودة مال ديزل كل شهر تخلص تصير فاضية، ياخذها يوديها بعيد. فشكوا بأمر أول أيام، قالوا شنو هذا؟ قال قاعد أنظف أحسن ما تقعد عندنا هني وريحة الديزل، نوديها بعيد. قال إيه بعدين يشيلونها. قال مو مشكلة، أبغى يشيلونها أنا أدليهم المكان. قال أوكي. فأخذ أول واحد، ثاني واحد، ثالث واحد، رابع واحد، وداهم هناك. بعدين قام شو يسوي؟ شوي شوي يلقط أي شيء يشوفه على الجزيرة، أي شيء، خشبة، بايب، حبل، أي شيء يلقط ويودي هناك، يلقط نفس الفيلم هذا اللي قاعد أقول لكم عنه. بعد فترة اختفى الولد. الشرطة كالعادة ناطرين الصبح أنه يجي يتريق، المرة ما جاهم. قالوا وين راح هذا الولد؟ ولا ترى عمره يعني بالثلاثينات، ها 33 32 تقريبا كان ايامها. فافتقدوه وين على الفطور الصبح، وين الولد، وين راح؟ ما قالوا، لا الظاهر قاعد يتمشى. قالوا مو مشكله. وقت الغداء هم ما جاء. هني تذكروا رجال الامن، هذا وين، شلون قاعد ياكل، وين قاعد ياكل هذا؟ قاعد يدورونه بالبر، دوروا. والجزيره ما هي كبيره ترى، يعني صغيره يعني، دوروا ما في شيء. والجزيرة ما حد يضيع فيها على فكرة، ما حد يضيع يعني، فرة صغيرة كذي تشوف الجزيرة كلها باللي فيها، وما فيها شيء تخبى وراها يعني. يدورون بالمخفر، فوق المخفر، تحت ما لقوا شيء، أطراف الجزيرة، على اليال، على ما في شيء. اختبصوا رجال الأمن، قاموا دقوا على القيادي، السلام عليكم سيدي يعطيك العافية، فلان هذا ما لقيناه. قال شنو؟ فلان اللي خليته أمانة عندنا ما لقيناه. شو ما لقيته؟ قال فتشنا الجزيرة طال عمرك كلها ما حصلنا. قال لهم يا ويلكم إذا ضاع، هذا أمانة عندي وحتى أبوه ما يدري ايش قاعد يسوي فيه. ودوروه تلاش صار تحت مسؤولية القيادي ويدورون. قالوا له سيدي رب الكعبة ما حصلناه، لو إبرة كان لقيناها. هني استخف القيادي، قال والله اني تورط. قام عش سوى، دز لهم طراريد مات الخفر السواحل والانقاذ البحري، ودز طيران عمود يدورون، مشطوا البحر، مشطوه تمشي، ما حصلوا شيء. بعدين واحد من الشرطة اللي بالمخفر اللي بجزيرة ام المرادم تذكر سالفة، تذكر الدرامات الحاويات الديزل اللي كان ياخذها الولد، راح نفس المكان طبعا كذلك الحاويات مو موجودة. هني اكتشف ايش كان يسوي الولد، كان قاعد يصنع سفينة، يبي اي شيء يوصله للبحر، يعني يركب في البحر ويوصل على اقرب بر. راح دق على الرئيس، قال له يا رئيس، هذا الولد كان يجمع خلال الاشهر اللي فاتت حاويات الديزل، والظاهر انه سوى له سفينه. زين. قال شلون سوى سفينه؟ قال والله يا سيدي كان يجمعهم وما لقيناهم حتى بالجزيره، ما لقيناهم. هم اربع الحاويات الظاهر سوى له سفينه، سوى له اربع يعني كذي، وحاط بينهم خشبه وكذي وربطهم ودش فيهم بحر. هني استخف القيادي، قام قال لهم وسعوا نطاق البحث، الولد مختفي الحين صار له يومين وطالع على سفينة هو اللي صانعها، دوروا عليه. المهم ماكم بالطويلة، مشطوا البحر تمشيط، ولا هذا الولد واصل للحدود الإقليمية البحرية، حتى ما زي ما دخل على إيران، صوب إيران صادوه هناك. المهم قال جيبوا لي يا الولد، قعد في البحر تقريبا يومين ثلاثة، لا أكل لا ماي، بغى يموت الولد. شاف الويل، عبال الدنيا فوضى، سهالات داش لي بحاوية البحر، ويقولك الولد لما وصل
كان يعني خلاص على وشك انه يموت من العطش وضربة الشمس. صار له يومين ثلاثة وهم يدورون عليه. المهم خذوه وسكاتي وشاله الولد ودوه المستشفى وعالجوه بدون ما حد يدري، ودقوا على ابوه قال تعال هاك اخذ ولدك وفكنا من شرك، انت ولدك حسبي الله عليك، انت ولدك بغى يضيعنا، استنفرنا العالم ودوريات بحرية وهليكوبتر كله عشان هالولدك هذا الشيطان، فكنا منه ما نبي. الولد شنو قصته؟ ترى السالفة للحين ما انتهت، بضحككم ان السالفة توها تبدي. الولد بعد ما شاف الموت بالبحر ثلاثة ايام عطشان تضرب فيه الشمس وزين ان الله نجاه، الولد حس يعني حس بطعم الحياة وحس ان رب العالمين انقذه. سبحان الله تغير 180 درجة، الولد صار مطوع، لكن مو مطوع يعني مطوع زين، لا صار مطوع يعني شلون متشدد بشكل مو طبيعي. قصر دشداشته واطلق اللحية وقام كسر كل تلفزيونات البيت وفسكرد عليهم، قطع لهم ستلايتات هذه شو يسمونها الأراي الأول مات التلفزيونات، قطع قال حرام التلفزيون حرام، الفيديوهات كان يكسرها، أي واحد يشوف عنده تلفزيون دوانية يكسره، يكسر يدخل دوانية جارهم ينكر عليهم يكسر تلفزيونهم ابتل شو فيه. والولد سبحان الله يعني لا هو نافع لا دين ولا صياعة. المهم هني عاد زاد طين بلة، الولد قام يمشي وينكر على أي شيء يشوف واحد حاط يعني مثلا ماشي بسيارة مشغل أغاني يصفطه يكسره تكسر ويكسر له سيارته والله عشان قاعد ينكر. الولد هم فاهم الدين غلط لكن التدين عنده فاهم غلط طبعا. هني بدت عاد القضايا والمشاكل، عسى ما يشوف بنية بالشارع لا يمسكها طراقات وفناقل مشتكين عليه وقطينا بالمغفر، عسى ما شاف له واحد يطالع بنت كذي حتى لو مقصده غض البصر وطق بالعالم. ابتلش فيه قال يا ليتني خليته صايع كان أبرك شوي، الحين قام يتدخل بالعالم. المهم شو سوى الأبو؟ الأبو هني أيس خلاص قال خلنا نرجع حق القيادي واطرح لنا موضوع. راح له قال طال عمرك شفت الولد لما خذيته صايع؟ قال ايه لما طلع بالبحر شاف الويل تدين. قال زين الحمد لله. قال يا رأيته ما تدين. قال ليش؟ قال معود كسر العالم، ما خلى تلفزيون بيتنا، ما خلى تلفزيون عند جيراننا، ما خلى أحد بالشارع إلا طاقه ينكر عليه، ما يخلي بنت لابسة شيء معاجبة إلا طاقها وكسر الدنيا، يتهاوش مع اللي بالمسجد، صلوا عدل صفوا عدل ما... قال تكفى فكني منه. قال أقول أقضب الباب، أنت ولدك يلا فكني من شرك ولدك هذا شنو لا دين ولا دنيا يلا استغفر الله. انتهت سالفتنا اليوم، إن شاء الله تعجبكم ولا تنسونا باللايك والاشتراك، وفمان الله مع السلامة.